excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done. It's about what you're doing. It's all about where you're going, no matter where you've been. ورجع تاني فارق العشر نقاط اللي بتقدم بيهم الاتحاد السكندري منذ منتصف على الفترة الثانية وتمريرة في منتهى الروعة الصباغ في اجمل من الاسهل وخرج الكورة لكن استحالتي لسه بقول لحضراتكم احبائنا مشاهدي النيل الرياضة شايفين قاعدة علي كمال وادي الناشئ الموهوب على نهاية وقت الفترة الثالثة اعزائي مشاهدي قناة النيل الرياضة يا سلام يا صباغ حلوة قوي القطعة دي ويقطع وراح لوحده وعايز ايه عايز يطلع وياخد معاها فاول وبيستنى انما نجح انه يسجل التعادل لفريقه زي ما قلت لكم افضل اللاعبين وعلى ما اعتقد ان كابتن طارق الصباغ كان بيريح كابتن طارق وصي كان بيريحه المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري الله الله يا سلام يا احمد واولى مبارياته هذا الموسم بيفوز لنهايه الفتره احمد الصباغ يا ولد يا احمد احمد الصباغ وياخد فاول خطا شخصي رميتين اهو شوفوا حضراتكم بقى الرميه الحره الاضافيه واحمد مؤمن ابو العينين تمريره رائعه يا ولد يا مؤمن وقطعه كده زي ما بيقولوا يعني السكينه في التورته من احمد طارق اهو احمد طارق الصباغ يا ولد يا رائع برشاقه كده ورائعه يا مؤمن يا ولد يا مؤمن يا مبارك تمريره رائعه خلفيه لاحمد الصباغ زي ما قلت لحضراتكم ابن الوز عوام ابن نجلنا او نجل لاحمد الصباغ وبيشوط يا ولد يا احمد احمد طارق الصباغ بيتالق النهارده مفيش كره اتشاطت من احمد برافو يا ابو حميد يا جميل بتصويبه رائع باسكت لاحمد طارق ابن عمه يا ولد يا احمد يا طارق احمد طارق نجم المباراه من وجهه نظر الشخصيه ونجم صناع اللعب من وجهه نظر لجنه الاستفتاء اللي بلغتني مؤمن لاحمد الصباغ وبيرد على الثلاثيه يا ولد يا ولد يا احمد يا صباغ لما بيتالق احمد الصباغ فعلا بيظهر نادي الاتحاد بمظهر ياه يا تمريره رائعه رائعة من رامي يا سلام يا رامي يا ابراهيم ومع الوقت المستقطع لاحمد طارق الصباغ رجل المباراة النهاردة اهو شوفوا حضراتكم بقى التمريرة اهو يا ولد يا ولد يا ولد تمريرة مع دخول سلمي خلفي رائع وعاد مرتين او ثلاثة كمان مستوى فني رائع من بين الفريقين حتى الان سجل ثلاثيتين وبيؤدي أداء طيب والروعة من أشرف ربيع في منتهى الجمال أشرف ربيع يعمل أسيست السحر روعة بنشوفها في الإعادة مرة تانية يديها لأحمد الصباغ الصباغ لأحمد الصباغ على الثلاثية صوبها وسجلها أحمد الصباغ ويحول الصالة إلى أمتار ثلاثية تمريرات خارج دائرة الثلاث نقاط لسه 10 ثواني على زمن الهجمة مع الاتحاد السكندري واحمد الصباغ يصوب ويسجل احمد الصباغ وهو داخل مع هيرم فولر فرق الاطوال كتير لكن المهاره والحرفيه لاحمد الصباغ واضحه في الاعاده مره ثانيه صوب سجل نقطتين 37 واحمد الصباغ
والتصويب والتسجيل ويقدر ياخد اند وان. المميز في احداث هذا اللقاء استلم وصوب وسجل والتعادل قائم 110 الاتحاد 110 الجزيره. ومهند الصباغ لاحمد الصباغ الذي يجيد الاختراقات والتصويب وتسجيل النقاط. احمد الصباغ يسجل نقطتين 105 يخترق الملعب كله. لحظه الصباغ يا مصطفى اللي كملت جميله اسيست جميل وكريم جوده. كريم جوده لكريم وكريم في الحلقه وترد. ثلاث دقائق على نهايه احداث الفتره الثالثه وادي الاختراق. يا سلام على التمريره. اسيست رائع من مهند الصباغ لاحمد الصباغ وياسر سعيد مبارك والهجوم الخاطف لاحمد الصباغ ونقطتين للاتحاد سعيد لرامي ابراهيم التمريرات واحمد الصباغ على التصويب الميديم يصور مهند لرامي ابراهيم دفاع منطقه بيلعبه سموحه والتصويب وتحتسب النقطتين. الاصرار والقوه البدنيه مروان سرحان سجل احمد الصباغ. مبارك لصباغ هو واحد على واحد حلو السكندري هذا الموسم. حاتم البحيري احمد الصباغ المرور لمؤمن لاحمد. يا سلام يا سلام يا سلام يا احمد. احمد منير احد المواهب المصريه في كره السله كان تعرض لاصابه ولكنه عاد يعني. مهند وتمريرات سريعه وخلخله لدفاع سبورتنج وتغيير لملعب لابو العنين. ويا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على التفاهم والتناغم. وشوفوا الفرحه لقطه جميله ونقطه جميله وتعاون جميل ومثمر بين مؤمن ابو العنين لاحمد الصباغ. هنشوف الاعاده اكيد. شوفوا مؤمن ابو العنين خد الدفاع معاه ازاي. لعبها لاحمد الصباغ وحده تماما تماما يعني. مؤمن راح على الدفاع سبورتنج راح على مؤمن وعلى هيثم كمال ويلعبها لاحمد الصباغ اللي بيسجل سله وينال معها رميه حره اضافيه. النقطه رقم 12 للصباغ وادي النقطه رقم 13 برقم الفانيلا احمد الصباغ. من مليك لمؤمن ابو العنين هنشوف ايه الحلول. هيبتدي يسلم لعبها لاحمد الصباغ روعه. احمد الصباغ روعه يقف في الهواء جزء من الثانيه يصور يسجل نقطتين يوصل. وحاتم البحيري صباغ الله 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 يا صباغ الله يا بحيري يلعب كره زميله اللاعب احمد مهيب ونتمنى ليه السلام. ياسر مبارك والله ايه الجمال ده ايه اللي انت بتعمله ده يا صباغ ويا ياسر يا مبارك. سيمفونيه والله والله سيمفونيه. العزف على اوتار كره السله. العنوان الاتحاد السكندري. هجمة سريعة للفريق المصري ودانك حلو وجميل لوحده مع كوبلة جميلة على خد الفريق القطري من خلال هذا الدانك Thank you.
الفريق السوداني بيلعب 2-3، هو نفس الكلام اللي قلناه اللي هو على الزون ديفنس او هو الاسرع يخطفها. هجمه سريعه منتخب مصر، اذا تصويبه تعود، متابعه ناجحه لأحمد. يا سلام على التمريرة، مؤمن ابو العنين لأحمد الصباغ وهو قاطع، وعلى عصام مرعي وائل دخول تحت السلة حلوة، نقطتين للصباغ، نقطتين صاحب الثمان نقاط أحمد الصباغ. جمال محمد الصباغ دخول لتحت السلة، نقطتين أحمد الصباغ يسجل له نقطتين، 10 نقاط للصباغ. دخول حلو ولفة بالشمال